مستمرون في نشرتنا وفيها بعد الفاصل. أسايش إقليم كردستان تعلن ضبط 400 كيلوغرام من المخدرات خلال عام 2023، وشرطة دهوك تعلن مقتل شخصين بتبادل إطلاق نار وتكشف التفاصيل. ووفاة نائب تركي قهرا بعد إصابته بذبحة صدرية أثناء إلقائه خطابا عن حرب غزة، واكتشاف دارة رومانية فاخرة في روما تضم فسيفساء لا مثيل لها، واليابان تعتزم تقديم سيارة أجرة طائرة في العام 2025.